نطلعوا فوق واحد السور جاي هنا في المدينه هذه، نصور لكم من فوق المدينه. صبروا نشوف، نطلعوا فوق ونشوف. صراحه مدينه روعه، روح طلعوا منها ونشوفوا باش تشوف المدينه من فوق. السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اليوم رانا في هذه المدينه، صح مدينه عريقه، مدينه تاريخيه ومدينه اثريه ومدينه واش نشكرها بزاف بزاف. المدينه هذه ما كانش هنا واحد في اوروبا ولا في فرنسا هنا ما يحبش هذه المدينه، اللي هذه المدينه تاسست على يد اثنين من الرهبان وتجي في غرب فرنسا، مدينه سامالو. شكون فينا اللي ما يعرف سامالو؟ مدينه معروفه بال اثارها، ومدينه هذه على شكل قلعه وفيها خمسه ابواب. بون خمسه ابواب تاعو هادو، وهذه المدينه تشوفها من فوق كما نقولوا انسان يكون عنده درون ولا تشبه المدينه البندقيه. فيها محلات، مثلا هذا محل ايرلندي هاليك بالعلم تاع ايرلندا، عندكم محلات انجليزيه، محلات فرنسيه. هذه المدينه اي واحد اللي يجي هنا سورتو لابريطان، هي اسمها بريطانيا الصغرى، بريطانيا الصغرى بالنسبه للاحتلالات اللي كانوا هنا في معناتها في العصور هذوك، كان احتلال تاع بريطانيا. قعدت هنا مقسمه على اثنين، نص بريطانيا كانت تابعه لبريطانيا، من بعد رجعوها تابعه لفرنسا، لكن كل شيء فيها معناتها انجليزي، حتى فيها عبارات ينقلوك لانجلترا ارخص منهم ما كانش. هاملك حتى البريطان ها لي زوتيل، هذه القلعه هذه ديكورها واش نقول لكم خاتي، عندها فن معماري الصراحه اللي روعه روعه. انا اليوم حبيت اليوم نعمل لكم فلوج، لكن في النهار وفي الليل. هذا لوتيل هندي هاليك، حتى لا ريستوران، ريستوران انديان، هنا تاكل الطعام الهندي. حبيت اليوم ندير لكم فلوج في النهار وفي الليل، معناتها كي ننشر هذا الفيديو نشرو في النهار وفي الليل، خاطش في الليل راح تكون روعة أكثر، معناها معناتها نهار ليلها أحسن من نهارها. إذا كان الليل روعة هك، النهار روعة هك، كيفاش راح تكون في الليل؟ وشنو خاوتي، إن شاء الله تكملوا هذا الفيديو باش تشوفوا هذه مدينة سامالو كيفاش دايرة إن شاء الله. أخي الزعم زوينة صراحة، زوينة بزاف. كي تكون تجول في المدينة هذه شوفوا البنيان تاعها، يبان بنيان انجليزي، معناتها مختلط انجليزي فرنسي. هذيك انسان مدينة صراحة جميلة كثير كثير، مدينة معمارها روعة روعة. باش نذكر الناس هذه جاية في غرب فرنسا، جاية على الحدود الانجليزية، مدينة سامالو اللي بناوها اثنين من الرهبان وكانت تحت الحكم الروماني. شوفوا بنيانها كأنها مدينة ليفربول، تشبه كثير مدينة ليفربول. أنا اليوم اخترت هذا الفلوج من المدينة هذه لأنها مدينة صراحة تستحق فلوج، وراح تكون أحسن في الليل إن شاء الله. راح نكمل لكم هذا الفيديو معناتها في الليل باش تشوفوا المدينة هذه. شوفوا معنا الجمال تاع المدينة هذه ما شاء الله.
صراحة بالفيديو هذا حبيت نقدم واحد الشكر لأخينا يوسف من ولاية بسة من الجزائر، حبيت نشكره كثير كثير لأنه متابع وفي، ونشكر جميع اللي راي الناس اللي يتابعنا إن شاء الله، ونقدم لكم إهداء من المدينة هذه إن شاء الله. تحياتي لكم الجميع إن شاء الله. الإنسان هذه المدينة كبيرة كبيرة بزاف، والله لو كانت تمشي هكا ما تكرهش وما تملش منها، فيها معمار مختلف، فيها ساكنين هنا فيها مختلف الجنسيات، أي جنسية في العالم تلقاها هنا في صامالو. شوفوا الديكورها، شوفوا وفيها كثير من المحلات، فيها معناتها فنادق، فيها باش مجرد رأي، هذه المدينة تشبه ليفربول في انجلترا وتشبه حتى لفلورنس في ايطاليا، ناسهم مختلفين. نتمنى الناس فيكم كثير تزور هذه المدينة، صراحة مدينة سامالو من أجمل المدن، ما نقولش في أوروبا، نقول في العالم، بالنسبة لي أنا من أجمل المدن في العالم. ومشي بعيد عليها كاين هذاك لومون سان ميشيل، قصر القديس سان ميشيل، منطقة جميلة كثير، جاية في واحد الموقع اللي ما نحكيكمش، أنا ما نجمش نوصف لك الجمال تاع المكان هذا. خاوتي كما قلت لكم في الفيديو، هذه المدينة فيها 5 أبواب، منهم هذا الباب اللي طلع البحر. من بعد راح نخليكم واحد الفيديو تشوفوها بالدرون، تشوفوها أحسن المدينة هذه، تكون عندكم نظرة عليها على الدرون. معمارها تقول إنجليزي إيطالي فرنسي، تختلف كثير كثير، راح نعمل لكم منها واحد الطلة برك عليها تشوفوا، باش إنسان تكون عنده نظرة فقط، دقيقة فقط. هذه خرجة، هذا باب من البيبان اللي قلت لكم عليهم، هاي طلع البحر. دقيقة برك ناخذ لكم صورة برك. ها شوفوا معنا كيفاش، هادو العبارات يمشوا لإنجلترا، هادو العبارات، وشوفوا المدينة كأنك في ليفربول. أنا ولينا لكم في الليل خوتي، السلام عليكم. هذه هي البلاصه اللي كنت انا فيها في النهار، وهذه المدينه اللي قلت لكم عليها، اللي علاش هذه المدينه عامره هكذا، علاش فيها الناس بزاف، لانها الاولى مدينه سياحيه، بزيد الاخص انها قريبه على المملكه المتحده البريطانيه، فيها سياح المان عرب من الصين من اليابان من كل دول العالم، معروفه معناتها بالمطاعم تاعها، معروفه بالاسماك، بجوية الاسماك اللي فيها. وهذه المدينة معروفة بالكريبخي، معناتها بالكراب، الداخل تاكل مختلف انواع الكراب تاع العالم تلقاهم هنا من كل المحلات، معناها على هذيك هذه المدينة اللي فيها ناس كثيرة كثيرة صراحة. نتمنى اي واحد فيكم يزور هذه المدينة، معناتها تستاهل واحد يزورها، علاش لا؟ بدل انسان جا لكن المشكل الكبير هو رانا في وقت الكورونا، عملوا باس سانيتير، اللي حاب يسالني شنو هو الباس سانيتير؟ الباس سانيتير هو تكون لازم عامل تلقيح الاول والثاني، لكن للاسف انا عامل واحد برك، لازم نستنى الباس سانيتير الثاني، نستنى الفاكسان الثانيه باش يكون عندي نقدر نقعد داخل الاول، لكن كنت تعرفوا كاين اللي يقدر نورمال، كاين اللي ما يقدرش، كاين كل واحد دو كيفاش. هنا يا راهم دايرين واحد الحفل اليوم، ديروه في الحيط تاع البلديه، نروحوا نشوفوا واش مدايرين، هيا ندخلوا بيناتهم، هيا ندخلوا بيناتهم ونشوفوا. سبتمبر 1557 ومانوار دو ليمويلو دون لاريير بيي دو سان مالو فرابي ديبيديمي. هيا نشوفوا واش دايرين للسياح. شار بو لامور دو سيال اريتي اريتي دو تورني كوم ان اورس فوني فوز اسوار مارشي تخو فيير فيان جاك فيان تو كوشي ابروش ان بو لو غلوب. Comme il est beau le monde, Catherine. Fais le tourner, je me rappelle. Mmh.
الموسيقى شاتي جميلة باش نفهمكم هذا الشيء اللي راه صاري هنايا. الناس واش تعرف حبت تعرف تاريخ المدينه سامالو، هذا جاك كارتي شكون يكون هذا جاك كارتي، وصرات الحروب وصرات كذا باش تبنت القلعه هذه. المهم هذه حكايه كامل يحكوا على هذا الانسان جاك كارتي اللي معروف بزاف هنا في الغرب الفرنسي، اللي بسبتو اللي راهي هذه المدينه كاينه. شوفوا نسبه السياح اللي كاينين هنا، ايرلنديين انجليزيين فرنسيين عرب اتراك، كل يوم يديروا من بارتي هنايا يوروا فيه كيفاش شكون هذا جان كارتي، كيفاش كانت حياته، كيفاش كانت الحروب، كيفاش. المهم كانت واحد النبذه صغيره برك على هذا الشيء اللي راهم دايرينو. يديروهم دي بارتي كل يوم يديروا بارتي. هذا ما كان خوتي، نخليكم تشوفوا شويه المدينه معايا. هذه الدخله الكبيره تاع المدينه، وهذيك الحكايه اللي كانوا يحكوا فيها. هذا جاك كارتي هذا هو الكرياتور تاع المدينه هذه، معناتها هو اللي كريا هذه المدينه، معناتها هو اللي خلى هذه المدينه باش تكون في الوجود. معناتها انسان دار حروب ودار 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 باش تكونت هذه المدينه، وعلى حسب ما اظن هو رهبان. وهذه المدينه هذه القلعه خلاو فيها خمسه بيبان، عندهم خمسه لا غروند بورت عندهم بزاف بيبان. المهم المدينه هذه تاريخيه وتستاهل زياره، واي انسان نتمناه يزور مدينه، باسكو كي تكون مدينه قديمه وتكون مدينه اثريه وتاريخ وفيها حضاره وفيها تعرف ما تكرهش منها، ما تكرهش. اما كي تكون مدينه جديده وفيها غير بطيمه طالعين بسماء العمارات ومن هذه ما فيها حتى تاريخ، انا بالنسبه لي عندي ما تسوى والو. انا نشجع الناس ونحب الناس اللي تمشي المدن، معناتها المدن القديمه. مثلا انا جزائري، عندنا مدينه قسنطينه، عندنا الجزائر العاصمه، عندنا ولايات كثيره. بالنسبه للمغرب عندهم مدينه قدم كثار، معناتها الانسان يمشي للسلا، يمشي للرباط، يمشي توج مدينه شفشاون، مدينه شفشاون غنيه عن التعريف. معناها يمشي لتونس لازم تمشي لمدينه القيروان، تمشي لمصر لازم تمشي لمدينه الاهرامات، معناتها تمشي للشرم، تمشي. نشجع الناس اللي تبحث على معناتها تعرف تحبس تعرف تعرف التاريخ، تعرف الحضارات، تعرف. ان شاء الله نتمنى الناس بزاف فيكم، ان شاء الله ربي يسهلكم الله وتمشيوا وتزوروا. ان شاء الله تمشيوا تزوروا هذه المدينه اللي انا بالصراحه عجبتني بزاف بزاف، مدينه كانك في مدينه ليفربول الصراحه. كان هذا اخر فلوق تاعي. المهم خاوتي يعطيكم الصحه بارك الله فيكم، ما تنساوش دعم تاعكم تعاليقكم، وان شاء الله بربي في اقرب وقت في مدينه اخرى ان شاء الله خاوتي، والسلام عليكم.